لمناقشة آخر مستجدات المشهد السوري معنا من الريحانية التركية السيد أديب العلاوي المحلل العسكري والسياسي السوري. مرحبا بك أستاذ أديب. بداية، روسيا توافق على وقف إطلاق النار في الغوطة لمدة 5 ساعات قبل الظهر، كيف تقرأ هذا القرار الروسي؟ نعم، السلام عليكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة روسيا يعني تأمر بهدنة ال5 ساعات وليس توافق عليها، هي من أمر الرئيس بوتين، هو من أمر بأن يكون هناك هدنة مدته 5 ساعات للمساعدة الإنسانية. ودعني أقول أن يعني هذا عبارة يعني يعبر عن أن يعني روسيا عبارة عن دولة مارقة لا تنفذ قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي هي ترفض أن تنفذ قرار 2401 وتوافق على أو تقرر هي أن يكون هناك يعني هدنة مدتها 5 ساعات، وبالتالي أنا أقول أن روسيا هي دولة مارقة لا تنفذ قرارات الأمم المتحدة، لا التي تتفق عليها في أنفيتانا ولا في جنيف ولا حتى القرار الأخير 2401، وبالتالي هي توافق على 5 ساعات لأسباب أصلا هي ليست إنسانية. دعني أقول هي لأسباب ليست إنسانية. نحن ماذا نريد من الهدنة؟ نحن نريد من الهدنة أن يتوقف الطيران بهذا الشكل المكثف وقصف المدنيين. أما بالنسبة للمعركة البرية فلا أعتقد أن طوال الغوطة لديها مشكلة في المعركة البرية، وقد حاول النظام التقدم من 4 محاور في الليالي الماضية وكبد خسائر كبيرة، يعني من خلالها تم قتل أكثر من 150 عنصر على أحد المحاور، يعني محور الذي يغطيه جيش الإسلام، كانت خسائر النظام 150 عنصر بين قتيل وجريح، إضافة إلى اغتنام دبابة وتدمير دبابة 72 وتدمير يعني دبابة تسمى هي التي تبنى من خلالها الجسر للتقدم من يعني في المناطق التي لا يمكن السير فيها من خلال الخنادق. ولذلك انا اقول ان المعركه البريه ليس لدى دول الغوطه مشكله، المشكله هي في القصف الجوي الذي يقتل المدنيين والاطفال والشيوخ والذي يؤدي الى ضغط بالنسبه لاطفال الغوطه. الان اقول طالما ان روسيا هي من امرت ان يكون هناك هدنه، اعتقد هي الهدنه ليست انسانيه بل لاعاده ترتيب العناصر البريه، العناصر التي سجبت من كل مكان من اجل يعني التقدم البري باتجاه الغوطه. ولذلك انا اقول يعني كلامه حق ورد به باطل ما قالته روسيا. الى اي مدى تتوقع ان تلقى مطالبه الامين العام للامم المتحده تطبيق قرار وقف اطلاق النار في سوريا فورا؟ هذه المطالبه الى اي مدى تتوقع ان تلقى اصداء على الواقع، ستطبق فعلا؟ يا سيدي الكريم، يعني دعني اقول وقلت على قناتكم الكريمه منذ ايام مضت، يعني عندما يعني قبل بليله من اجتماع الامم المتحده قلنا انه لدار الرماد في العيون، كلام الامين العام للامم المتحده لا قيمه له بالنسبه خاصه بالنسبه لروسيا والولايات المتحده الامريكيه، وهم القطبين اللذان والثورين اللذان يتصارعان على الاراضي السوريه. يعني المعركه على الارض السوريه هي لم تعد بين يعني معركه، دعني اقول انها حرب بارده، هي اصبحت اكثر من حرب بارده على الارض السوريه، ولكن للاسف في يعني بالقوى البديله والتي يكون ضحيتها هو الاطفال والاجساء والشباب السوري المتواجدين على الارض. لذلك انا اقول لا قيمه لقرارات الامم المتحده اذا لم يكن هناك للقرار مخالب، اذا لم يكن هناك للقرار حقيقه يعني آلية عمل، وحتى ساعة بدء تنفيذ القرار لم تحدد حتى هذه اللحظة، وبالتالي ان لم يكن هناك قرار له مخالب، قرار له حماية ان يكون هناك تحت الفصل السابع تنفيذ القرار يبدأ من الساعة كذا وينتهي في الساعة كذا من تاريخ كذا. لذلك انا اقول حتى الان القرار ليس له اي حماية، ولذلك هو عبارة عن كلام حبر على ورق لم ينفذ ولن ينفذ. وعندما قررت روسيا من طرفها فقط ان يكون هناك، قالت ان في الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 2 بعد الظهر هذه مده هدنه معينه لدخول المساعدات الانسانيه. لذلك انا اقول ان روسيا عندما قررت لم تعود الى الامم المتحده في هذه ال5 ساعات،
وعندما تريد خرق القرارات هي تخرقها بأبسط شيء. ولذلك أنا أعتقد أن روسيا حتى الآن لم تنفذ أي قرار بقرارات المتحدة ولم تساعد على تنفيذه أيضا. كيف تقيم أستاذ أديب موقف المجتمع الدولي من عمليات القصف المستمرة على الغوطة؟ يا سيدي المجتمع الدولي يعني للأسف الشديد يعني لاحظنا المواقف إلى حد ما متقدمة يعني للفرنسيين للبريطانيين حتى للألمان، هناك مواقف متقدمة وحتى للولايات المتحدة الأمريكية التي أعتقد أنها هي سبب المشكلة أيضا، يعني هي تتقاسم المشكلة مع الروس. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط ضغط شديد وهي التي يعني الحقيقة التي أوقعت روسيا في المستنقع السوري والتي عرت روسيا تماما في المستنقع السوري والتي جعلت روسيا لا تستطيع حتى حماية قاعدة حميمين وطائراتها، هذا كله من تحت رأس الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني تحاول روسيا وإيران دائما الهروب للأمام، الهروب للأمام على حساب دماء السوريين. ولذلك أنا أقول المجتمع الدولي حتى الآن بالرغم من الخطوة المتقدمة أو التصريحات المتقدمة إلى حد ما، لكن حتى الآن لا يمكنه أن يصنع قرار حقيقة أو أن يتبنى قرار إلا يعني بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي يمكنها أن تفرض القرارات. المجتمع الدولي لم يتخذ إجراء فعليا حيال خرق النظام الهدنة، يعني لماذا برأيكم؟ ما العوامل التي تؤثر في قرارات المجتمع الدولي وفي الخطوات التي ممكن أن يتخذها فعلا على الأرض؟ يا سيدي الكريم المجتمع الدولي والأمم المتحدة هي معطلة، من عطل الحقيقة؟ عطلتها روسيا. طيب لماذا روسيا تستطيع أن تعطل قرارات الأمم المتحدة؟ كما قلت منذ دقائق قلنا الذي جعل روسيا تعطل قرارات الأمم المتحدة هو الوجود الأمريكي في سوريا، وهو أيضا المخالفات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في ريف ديرزور وغيره من قتل المدنيين، من تدمير لمدينة الرقة ومدينة ديرزور والكثير من المدن. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي خالفت أيضا القوانين الدولية تحاول يعني أن تطبق قوانين الدولة على روسيا، لكنها لا يمكن أن تستطيع تطبيق قوانين الأمم المتحدة على روسيا. ولذلك أنا أقول هم اثنين مشتركين في الجريمة على الأرض السورية، وكل منهم قد عطل حقيقة يعني آلية ومنظومة حقيقة القرارات الدولية والأمم المتحدة استطاعوا تعطيلها، لكن كل منهم من أجل مصالحه. لكن عندما يكون الموضوع يعني يسبب إشكال أو ضرر للولايات المتحدة الأمريكية ولمصالحها، لاحظنا كيف يكون الرد على حتى القوات الروسيه منذ يعني اكثر من اسبوعين تقريبا. لاحظنا عندما تقدمت قوات لقتل الميليشيات الايرانيه ومعها اكثر من 300 عنصر من الروس، استطاعت يعني الولايات المتحده الامريكيه ان تقوم بتدميرهم عن فكره ابيهم هم والياتهم بقصف غير مسبوق بطريقه واسلحه حديثه جدا، استطاعت من خلاله يعني الحقيقه الولايات المتحده الامريكيه ان تقوم بصفعه وتعطي درسا لروسيا كبير جدا، لانه حقيقه يضر بمصالحها. وبالتالي لا تستطيع روسيا التقدم اتجاه مصالح الولايات المتحده الامريكيه، واذا ما تم التقدم يمكن ان يكون هناك صفعات باتجاه روسيا. ولذلك انا اقول ان روسيا التي تم تعريتها تقنيا وتكنولوجيا وعسكريا، بمعنى ان روسيا لا يعني ليس لها اي تقدم، هي والميليشيات التي تحميها على الارض، لكنها هي تستطيع ان تقتل المواطنين، تستطيع ان تقتل البشر والحجر والشجر، يمكنها ان تقصف من البرجات البحريه، لكن لا يمكنها على الارض ان تتقدم للاسف الشديد، هي تقتل المدنيين، وهذا ما يسبب ضرر ان كان للمجتمع الدولي وان كان للولايات المتحده الامريكيه، ولكن المجتمع الدولي عاجز عن هذه اللعبة التي هي عبارة عن مصارعة إيران على الأرض السورية. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أديب العلاوي المحلل العسكري والسياسي السوري، كنت معنا من الريحانية تركيا.